بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيختنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا حفظه الله تعالى إلى المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وبيان ضعفه، أو بيان ضعفه. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الدهلي بمر، قال: أخبرنا سعيد بن مسعود قراءة عليه، قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، قال: أخبرنا الحسن بن صالح عن ليث وجابر كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وبإليه قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير رضي الله عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. قال لنا أبو عبد الله الحافظ فيما قرئ عليه: ليث بن أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهما، خصوصا إذا خالف الثقات وتفرد بمثل هذا الخبر المنكر عن مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي في اشتهاره وكثرة أصحابه وجرحهما جميعا، أشهر من أن نطول الكتاب بذكره. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليث بن أبي سليم كان لا يحدث يحيى بن سعيد القطان، وقال يحيى بن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف، وجابر بن يزيد الجعفي قد جرحه جماعة من أهل الحفظ والإتقان. قال زايدة بن قدامة: جابر الجعفي كان والله كذابا يؤمن بالرجعة. وقال أيضا سفيان بن وقاله أيضا سفيان بن عيينة. وقال البخاري: جابر بن يزيد الجعفي تركه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وقال يحيى بن معين: كان جابر الجعفي كذابا لا يكتب حديثه ولا كرامة. وروينا عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال له: يا جابر، لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل بن أبي خالد: ما مضت الأيام والليالي حتى اتهم جابر بالكذب. والعجب أن بعض من جمع في هذه المسألة أخبارا توافق مذهبه، رواه في متابعة غير جابر الجعفي جابرا في روايته عن أبي الزبير حديثا عن عبد الله بن يوسف الأصفهاني عن أحمد بن أبي عمران الهروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن محمد المروزي عن سعيد بن مسعود عن إسحاق بن منصور السلولي عن الحسن بن صالح عن أبيه وجابر عن أبي الزبير عن جابر. وقد روينا هذا الحديث عن شيخنا أبي عبد الله الحافظ عن أبي جعفر المروزي هذا بإسناده عن الحسن بن صالح عن ليث وجابر. وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير وإسحاق بن منصور السلولي، وأنهما قالا: حدثنا الحسن بن صالح بن حي عن جابر وليث بن أبي سليم كلاهما عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فالحديث عن الحسن بن صالح عن ليث وجابر فمن أين جاء له عن أبيه عن جابر؟ فأما إن صح فيما حمل من الحديث ولم يدر به، فأما إن صح فيما حمل من الحديث ولم يدر به، وإما تعمد، فإما أنه صح فيما حمل من الحديث ولم يدر به، وإما تعمده ليكون المتابع لجابر الجعفي ثقة غير مجروح، وأيهما كان فكفى به ذما وعيبا وكذبا وزورا.
وروى في توثيق جابر حكاية بن علية قال: قال شعبة: أما جابر الجعفي ومحمد بن إسحاق فصدوقان في الحديث، فاعتمد قول شعبة في توثيق جابر الجعفي حيث روى ما يوافقه، ولم يعتمده في تصديق محمد بن إسحاق بن يسار حيث روى ما يخالفه في القراءة خلف الإمام. قال: ومن نظر في علم الحديث ووقف على وقاع ومن نظر في علم الحديث ووقف على أقاويل أهله علم ما بين محمد بن إسحاق بن يسار وجابر الجعفي في العدالة. وقد مضى بعض ما بلغنا من أقاويل الأئمة في توثيق محمد بن إسحاق بن يسار وتكذيب جابر الجعفي وتكفيره. ولو لم يكن في جرح جابر الجعفي إلا قول أبي حنيفة رحمه الله لكفاه به شرا، فإنه رآه وجربه وسمع منه ما يوجب تكذيبه فأخبر به، وذلك فيما أخبرنا أبو سعد المالني. قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا الحسين بن عبد الله القطان قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا يحيى الحماني يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت ممن رأيت أفضل من عطاء، ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيت بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أنه عنده كأن عنده كذا وكذا ألف كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهرها. وأخبرنا أبو سعد قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الحميد الحماني أنه قال: سمعت أبا سعد الصغاني يقول: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: ما ترى في الأخذ عن الثوري؟ فقال: اكتب عنه ما خلا حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وحديث جابر الجعفي. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس ابن محمد الدوري يقول: سمعت أبا يحيى الحماني يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت في من رأيت أكذب من جابر الجعفي. وروي من وجه آخر أضعف وروي من وجه آخر أضعف من هذا من هذا عن أبي الزبير. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي وأبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأنهما قال: حدثنا أبو محمد محمود بن محمد بن المروزي قال: حدثنا سهل بن العباس قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال أبو عبد الله: هذا الخبر باطل بهذا الإسناد، ولو صح مثل هذا من حديث أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر لكان كالأخذ باليد، ولما اختلف فيه أحد، وإنما الحمل فيه على سهل بن العباس هذا فإنه مجهول لا يعرف. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ عقيب هذا الحديث قال: هذا منكر وسهل بن العباس متروك. وروي من وجه آخر عن أبي الزبير أضعف مما قبله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال لي أبو سعد: حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله السختياني قال: حدثنا أبو إسحاق محمد بن أحمد الماليني قال: حدثنا محمد بن أشرس قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كذا وجدته في كتاب التلخيص. وأخبرنا أبو عبد الله في التاريخ قال: حدثني أبو النصر الماطي وهو ابن بنت أبي يحيى البر وهو ابن أبي بن ابن وهو ابن بنت أبي يحيى البراز كذا أو البزار دقيقة البزاز هكذا في النسخة المطبوعة البزاز. قال: وهو ابن بنت ابي يحيى البزاز قال: حدثنا ابو اسحاق محمد بن احمد المناديني قال: حدثنا محمد بن اشرس قال: حدثنا بشر بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة فذكر
قال لنا أبو عبد الله، قلت له من محمد بن عبد الله؟ فأثنى علي، قلت فمن المالي فمن؟ قال قلت فمن الماني؟ الطير الذي رواه عنه. قال لا يعرف. قلت فمحمد بن أشرس أعرفه أنا حق المعرفة ومتروك الحديث. قال أبو عبد الله سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وسئل عن حديث لابن أشرس فقال لا تحل الرواية عنه وروى بإسناد مظلم، أو وروي بإسناد مظلم عن إبراهيم بن رستم عن أبي عصمة، أو قال وروى بإسناد مظلم عن إبراهيم بن رستم عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن الفضل بن عطية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم بن رستم ونوح بن أبي مريم لهما من الأفراد والمنكرات ما يوجب ترك الاحتجاج بروايتهما. كيف وفي صحة هذه الرواية عنهما مقال لجهالة الراوي عن إبراهيم، وكان محمد بن سيرين يقول هذا الحديث دي هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال رحمه الله تعالى ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما مرفوعا وبيان ضعف من رفعه. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الحجاج وجماعة أنهم قالوا حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا وأبو بن كيسان أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال أبو أحمد لم يرفع عن مالك غير يحيى بن سلام وهو في الموطأ موقوف. وقال لنا أبو عبد الله الحافظ فيما قرئ عليه وهما يحيى بن سلام على مالك بن أنس في رفع هذا الخبر، ويحيى بن سلام كثير الوهم. وقد روى مالك بن أنس هذا الخبر في الموطأ عن وهب بن كيسان عن جابر من قوله. قال وقد روي من وجه آخر مرفوعا وهما الراوي في رفعه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعد محمد بن جعفر الحصيب الأروي من كتابه قال حدثنا عبد الله بن محمود السعدي قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام. قال أبو عبد الله وهم الراوي عن إسماعيل السدي في رفعه بلا شك فيه فقد قال فكتبت عن إسماعيل بن موسى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وأبو جعفر محمد بن صالح بن آني وأبو إسحاق إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قالوا حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر قال السري بن خزيمة وليس بمرفوع. قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام. قال لنا أبو عبد الله فيما قرئ عليه سمعت أبا عبد الله يقول سمعت السري بن خزيمة يقول لا أجعل في حل من روى عني هذا الخبر مرفوعا فإنه في كتابي موقوف. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ قال ذكر هذا الحديث لأبي عبد الله بن يعقوب فقال هذا كذب، سمعت السري بن خزيمة يحدث به موقوفا ثم قال ما حدثت بهذا الحديث إلا كذا، فمن ذكره عني مسندا فقد كذب. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عبد الله بن يعقوب يقول سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني يقول سمعت إسماعيل بن بنت إسماعيل بن بنت السدي يقول قلت لمالك في هذا الحديث مرفوع هو، فقال خذوا برجليه. قال الإمام أحمد رحمه الله هذه الحكاية عن مالك تكذب رواية من رواه مرفوعا. ورواية عن أبي عبد الله الحافظ عن إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم عن السري بن خزيمة هذا الحديث
وقول السري في وليس بمرفوع تكذب رواية الذي جمع الأخبار في هذه المسألة وروى هذا الحديث عن شيخ له عن أبي الحسين بن خشان عن إبراهيم بن عصمة عن السري بن خزيمة مرفوعا والله يعصمنا من أمثال ذلك تعصما لرأيه وميلا إلى هواه. وروى هذا الحديث من وجه آخر أضعف مما ذكرنا مرفوعا، أو وروي هذا الحديث من وجه آخر أضعف مما ذكرنا مرفوعا. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن عبيد الله بن عبيد الفقيه قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن جابر قال حدثنا أبو عصمة عاصم بن عصام خزان قال حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب قال حدثنا مالك بن كيسان قال حدثنا مالك بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال أبو عبد الله يحيى بن نصر بن حاجب غير مستنكر منه مثل هذه الرواية، فقد روى عن مالك وغيره من الأئمة ما لم يتابع عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله خلط يحيى بن نصر في هذا الحديث من وجهين، أحدهما في رفعه والآخر في تغيير لفظه، وله من ذلك أخوات كثيرة، ولأجل ذلك سقط عن حد الاحتجاج برواياته. وروي من وجه آخر مرفوعا لا يحل الاحتجاج بمثل ذلك الإسناد. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيري قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا إبراهيم بن رستم وعلي بن الجارود بن يزيد أنهما قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي نعيم وأبي بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء الإمام. قال محمد بن أشرس هذا مرمي بالكذب ولا يحتج بروايته إلا من غلب عليه هواه، نعوذ بالله من متابعة الهوى. وهذا الحديث بالموطأ الذي صنفه مالك بن أنس وتداوله أهل العلم إلى يومنا هذا موقوف، وأنكر فيما روينا عنه رفعه، فكيف يقبل من قوم لم تثبت عدالتهم بل اشتهروا برواية المناكير روايته مرفوعا. وبالله التوفيق. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله هو القعنبي عن مالك حاء وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن بكير حاء وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حاء وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي حاء وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري وأبو بكر محمد بن جعفر المزكي قالوا حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. لفظ حديث أبي زكريا وأبي نصر. وكذلك رواه عبد الله بن وهب وغيره عن مالك بن أنس موقوفا، وفيه حجة على تعيين القراءة في الصلاة بأم القرآن ووجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، خلاف قول من قال لا تتعين ولا تجب قراءتها في الركعتين الأخريين. وأما قوله إلا وراء الإمام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة، فقد روينا عنه فيما تقدم كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم والتي يدرك المأموم إمامه راكعا فتجزئ عنه بلا قراءة. وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه. فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدث أخبرنا أبو غانم
أزهر بن أحمد بن حمدون المنادي ببغداد، قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نتحدث أنه لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. وفي رواية ابن بشران: فما فوق ذاك، أو قال: فما أكثر من ذاك. وهذا لفظ عام يجمع المنفرد والمأموم والإمام. ورواه عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخرين بأم القرآن. والصحابي إذا قال سنة أو كنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخرجونه في المسانيد. وروى بعض الناس بإسناد مظلم عن ميمون بن مهران عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القراءة خلف الإمام. وقد روينا عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبي ميمون عن أبي مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام فصلاته خداج. قال رحمه الله تعالى: ذكر خبر آخر يحتج به من نهى عن القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالكي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن الحسين الصفار وابن سعيد فقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: من ذا الذي يخالجني سورتي؟ فنهى عن القراءة خلف الإمام. قال ابن صاعد: قوله فنهى عن القراءة خلف الإمام تفرد بروايته حجاج، وقد رواه عن قتادة شعبة وابن أبي عروبة ومعمر وإسماعيل بن مسلم وحجاج بن حجاج وأيوب بن أبي مسكين وهمام وأبان وسعيد بن بشير، فلم يقل أحد منهم ما تفرد به حجاج، بل قد قال شعبة: سألت قتادة كأنه كرهه، فقال: لو كرهه لنهى عنه انتهى. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسين الحافظ يقول: سمعت ابن صاعد يقول، فذكر ما رواه ابن عدي عنه وهو يحيى بن محمد بن صاعد أحد حفاظ أهل العراق، غير أنه قال أيوب بن مسكين. وبه إليه قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ قال: حدثنا أحمد بن نصر بن سندويه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، فذكره بإسناده نحوه. قال رحمه الله تعالى: قال الدارقطني: قوله فنهاهم عن القراءة خلف الإمام وهم من الحجاج، والصواب ما رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما عن قتادة. وبه إليه قال: قال الدارقطني: وأخبرنا عمر بن أحمد بن علي القطان قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال: حدثنا شبابة عن قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقرأ: سبح اسم ربك الأعلى. فقال: أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجني. قال شعبة: فقلت لقتادة: أكره ذلك؟ قال: لو كره ذلك لنهى عنه. وبه إليه قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرودباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود السجستاني وقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال: حدثنا شعبة قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى. فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رجل. قال: قد عرفت أن بعضكم خالجني. قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة:
أليس قول سعيد الأوسط القرآني؟ قال ذاك إذا جار به. وقال ابن كثير في حديثه قال شعبة قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه لنهى عنه. قال الإمام أحمد رحمه قال الإمام أحمد رحمه الله قالوا ذاك إذا جار به يحتمل أن يكون راجعا إلى الإمام، ويحتمل أن يكون راجعا إلى المأموم، يعني إنما لا يجوز للمأموم قراءته إذا جار بالقرآن، فأما إذا قرأه في نفسه فلا يكون مخالفا للإنصات. ثم هذا مذهب حكاه عن سعيد لا يلزم به حجة، وإنما الحجة في إقرار قتادة حين قال لو كرهه نهى عنه، فإنه لم ينه عن القراءة خلفه خلاف ما رواه الحجاج بن أرطاة عنه. وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر فقال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا خالجنيها. قال شعبة وقلت لقتادة كأنه كره، قال لو كرهه لنا عنه. وفي هذا دلالة على قوله وفي هذا دلالة على أن قوله فنهى عن القراءة خلف الإمام توهم من الحجاج بن أرطاة، لا أنه سمعه من قتادة. وللحجاج من أمثال ذلك ما لا يمكن ذكره هنا لكثرته، ولذلك سقط عند أهل العلم بالحديث عن حد الاحتجاج به. قال يحيى بن معين الحجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، وهذا الحديث مما تفرد بروايته عن سلمة بن الفضل الأبرش، وسلمة بن الفضل قد تكلموا فيه. ثم إن كان كره النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته شيئا، فإنما كره جاره بالقراءة خلف الإمام، ألا تراه قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فلولا أنه رفع صوته بقراءة هذه السورة وإلا لم يسم له ما قرأ وإلا لم يسم له ما قرأ ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة خلف الإمام، فأما أن يترك أصل القراءة فلا. فقد روينا عن عمران بن حصين رضي الله عنهما في هذا الكتاب ما روي عنه في القراءة خلف الإمام، وذلك يؤكد ما قلنا. ومثل هذا الحديث ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو قلبة قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلطتم علي القرآن. وهذا أيضا في جارهم بالقراءة خلفه، ونحن نكره للمأموم الجار بالقراءة، فأما أن يترك أصل القراءة فلا. وقد روينا فيما تقدم من هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قد صلى فجار بالقراءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع الله. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندى قال حدثنا يحيى بن هارون قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره، غير أنه قال وأسمع ربك. وروينا في حديث عبادة بن الصامت وغيره في جهر من جار بالقراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يجر فيها بالقراءة، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال رحمه الله تعالى ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثني أبو الحسين علي بن الحسن بن جعفر العطار ببغداد قال حدثني جبير بن محمد الواسطي وأحمد بن عبد الله السرمرائي قال حدثنا محمد بن الأيثم بن يزيد أبو جعفر الواسطي قال حدثنا أحمد بن محمد العجلاني مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، فلما سلم قال: أيكم قرأ خلفي؟ فسكت القوم، فقال: أيكم قرأ خلفي؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: ما لي أنازع القرآن. إذا صلى أحدكم خلف إمام فليصمت، فإن قراءته له قراءة وصلاته له صلاة. هذا لفظ جبير. قال لنا أبو عبد الله رحمه الله: هذا حديث لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ بهذا الإسناد، ولا سمعنا أحدا من فقهاء أهل الكوفة ذكره في هذا الباب. ولو ثبت مثل هذا عن الثوري عن مغيرة لكان لا يخفى على أئمة أهل الكوفة. وأحمد بن محمد العجلاني، وهذا لا نعرفه ولم نسمع ذكره إلا في هذا الخبر، وإنما الخبر المروي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلطتم علي القرآن في الجهر بالقراءة خلفه. وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق يعني الصبغي، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا أبو الربيع قال المقدمي أنهما قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال أبو بكر بن إسحاق. وأخبرنا أبو بكر المطريز، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن ابن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم يقرؤون القرآن يجرون به: خلطتم علي القرآن وبه، أو خلطتم علي القرآن. ثم إن كان قوله فإن قراءته له قراءة يدل على أن قراءة الإمام تقوم مقام قراءة المأموم، وجب أن يكون قوله وصلاته له صلاة يدل على أن صلاة الإمام تقوم مقام صلاة المأموم، ولا نعلم أحدا يقول ذلك، فدل على ضعف الخبر. وإنما الخبر في عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا حديث الأحوص، وروي عنه موقوفا ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال: حدثنا أبو العباس، قال أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عمرو بن عبد الغفار عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لأن أعض على جمل القضاء أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام. وهذا إن سلم من عمرو بن عبد الغفار ثم من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فالمراد بالقراءة الجهر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي الأحوص عنه: خلطتم علي القرآن. والذي روي عن أبي حمزة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تقرأ خلف الإمام فإن قراءته لك قراءة لا يثبت. فإن أبا حمزة الأعور الكوفي غير معتد به عند أهل العلم بالحديث، ثم هو معارض بما أخبرنا علي بن أحمد المقرئ ببغداد، قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا حماد عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يقرأ خلف الإمام إلا أن يكون الإمام لا يقرأ، وإنما أراد إلا أن يكون الإمام لا يجهر، فحينئذ كان يقرأ خلفه. والمعروف عن إبراهيم عن علقمة في هذا المعنى ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثني أبو الطيب الكرابيسي، قال: حدثنا أبو العباس السراج إملاء، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع أنهما قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: صليت إلى جنب عبد الله رضي الله عنه فلم أعلم أنه يقرأ حتى جار بهذه الآية: وقل ربي زدني علما. وروينا فيما تقدم من هذا الكتاب عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى أنهما قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أسيد بن عاصم، قال حدثنا أسيد بن عاصم، قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن منصور حا. وأخبرنا أبو عبد الله ومحمد بن موسى أنهما قال:
حدثنا أبو العباس قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفي كذاك الإمام، فهذا في صلاة يجر الإمام فيها بالقراءة، فإنما يقال أنصت للقرآن لما يسمع منه لا لما لا يسمع. وقد روينا عن عبد الله أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر، ويشبه أن يكون قوله أنصت القرآن راجعا إلى النهي عن الجهر بالقراءة لا عن الإمساك عن أصل القراءة كما ذكرنا فيما تقدم. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن أحمد الدهلي قال حدثنا الثقفي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عقبة الأصم عن محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن كل صلاة ليس فيها قراءة فليست بشيء. قال وأخبرنا الإمام أبو عثمان رضي الله عنه قال أخبرنا أبو طالب بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تسبقوا قراءكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فإن أحدكم يكون معه السورة فيقرأها، فإذا فرغ ركع من قبل أن يركع الإمام، فلا تسابقوا قراءكم، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. قال أبو بكر بن خزيمة أفلست ترى ابن مسعود في هذا الخبر ينهى المأموم أن يركع إذا فرغ من قراءة السورة قبل ركوع الإمام، ونهاه عن مسابقة الإمام بالقراءة ولم ينهاه عن القراءة خلف إمامه. قال رحمه الله ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان علته. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثنا كثير قال حدثنا أبو الزاهرية قال حدثنا كثير بن مرة الحضرمي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ فقال نعم. فقال رجل من الأنصار وجبت هذه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم، أو قال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. كذا رواه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وغلط فيه، وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه عن معاوية بن صالح وأخطأ فيه. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة عن أبي الدرداء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قراءة؟ فقال نعم. فقال رجل من الأنصار وجبت هذه وكنت أدنى القوم إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الرجل إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الله رحمه الله في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قول ما أرى الرجل إذا أما أو ما أرى الرجل إذا أما القوم إلا قد كفاهم، فإنه من قول أبي الدرداء. وزيد بن الحباب حدث بهذا الحديث مرتين، وهم في رفعه هذه اللفظة مرة وحفظها أخرى. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الفضل بن أبي حسان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء أن فذكر هذا الحديث. وقال فيه قال كثير بن مرة فالتفت إلي أبو الدرداء وقال وقال ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. قال ابن صعيد قال ابن صاعد فجعله من قول أبي الدرداء وهو أشبه. قال لنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله
والدليل على وهم من أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه من قول أبي الدرداء أن أبا سعيد عبد الرحمن بن مهدي الإمام رحمه الله قد حدث بهذا الحديث عن معاوية بن صالح وميز هذه الكلمة فجعلها من قول أبي الدرداء لأبي كثير بن مرة. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن رجلا قال يا رسول الله في كل صلاة قراءة؟ قال نعم. وقال رجل وجبت وجبت. فقال أبو الدرداء ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثني أبو علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن إسحاق وابن خزيمة قال سمعت محمد بن أبي صفوان الثقفي يقول سمعت علي بن عبد الله المديني يقول والله لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في استحالة إضافة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلا طويلا. فمن المحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الرجل إذا أما القوم إلا قد كفاهم، فيقول في دين الله على الحسبان والظن والارتياب. وإذا كان النبي صلى الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يشك ويرتاب في اجتزاء قراءة الإمام عن المأمومين، فمن هذا الذي يتيقن ذلك ويعرفه؟ والله تعالى إنما اختاره من بين الأنام ليعلمه ما افترض عليهم وما يتنفلون به. وهذا القول إنما يليق بأبي الدرداء دون النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي الدرداء الذي قاله على الارتياء والظن لا يوجب حكمه بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم باليقين أن في كل صلاة قراءة بقوله بعد سؤال السائل نعم. وقول من قال وجبت ولم ينكر عليه فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه ظن وارتياء، والظن لا يغني من الحق شيئا فإنه ربما يخطئ. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد وافق عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح في إضافة هذا القول إلى أبي الدرداء. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري وعبد الله بن محمد بن زياد وعبد الملك بن أحمد الدقاق أنهما قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزائرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله يا في كل صلاة قرآن؟ قال نعم. فقال رجل من القوم وجب هذا. فقال أبو الدرداء يا كثير وأنا إلى جنبه لا أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال علي بن عمر الدارقطني رحمه الله الصواب أنه من قول أبي الدرداء كما قال ابن وهب وهم فيه زيد بن الحباب، وكذلك رواه محمد بن خالد عن معاوية بن صالح. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون قال حدثنا الحسن بن إسماعيل بن أبي المجالد قال حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة أنه قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم. فقال رجل من الأنصار وجبت، فالتفت إلي أبو الدرداء وكنت أقرب القوم منه فقال يا كثير ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. فثبت برواية عبد الرحمن بن مهدي الإمام وعبد الله بن وهب الحافظ المتقن وحماد بن خالد وإحدى الروايتين عن زيد بن الحباب أن هذا الكلام من قول أبي الدرداء دون النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والعجب أن من جمع أخبارا توافق قوله في هذه المسألة ذكر فيها رواية عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح قاضي الأندلسي أو قال قاضي الأندلسي رواه جماعة عنه منهم عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب القرشي وزيد بن الحباب العكلي.
ثم ذكر رواية زيد بن الحباب على موافقة عبد الله بن صالح، ولم يذكر رواية عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله ولم يذكر رواية عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب، فأوهم من نظر في كتابه أن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب يوافقان ما في روايته، وإضافة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب في ذلك أو لبس. فرواية عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب على ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري من بغداد قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا عبد الملك بن محمد قال أخبرنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس أنه قال سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه قال أقرأ خلف الإمام؟ قال فقال أبو الدرداء سأل رجل رسول الله صلى الله سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في كل صلاة قراءة؟ قال فقال نعم. فقال رجل وجب هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إذا كان الإمام إلا كان كافيا. تفرد به معاوية ولا حصد به وهو متروك جراحه يحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبو عبد الرحمن النسائي. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الرزين قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لو لم أقدر على أن أقرأ بأم القرآن لقرأت وأنا راكع، وإنما أراد إذا أدرك الإمام في الركوع. وروينا قبل هذا عن الوليد بهذا الإسناد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر. وفي رواية وإن كان راكعا واقرأ إذا علمت أنك تدرك آخرها. وهذا من قول أبي الدرداء دليل على أن قوله في الحديث الذي مضى يرجع إلى قراءة السورة أو إلى الجانب القراءة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ذكر خبر آخر يحتج به بعض من لا يرى القراءة خلف الإمام وبيان تلبيسه وتقصير بعض الرواة بسياق مثله. أخبرنا أبو عبد الله العابد قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي ومحمد بن جعفر المزكي أنهما قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ايوب السختياني عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه ثم اقبل بوجهه على اصحابه فقال اتقرؤون والامام يقرا؟ فسكتوا فسلموا ثلاثا فقالوا انا لنفعل. قال فلا تفعلوا. قال لنا ابو عبد الله رحمه الله فيما قرئ عليه قصر أو قصر بي يوسف بن عدي، وقد روى الخبر بالتمام عبد الله بن جعفر الرقي ويحيى بن يوسف الزمي ومخلد بن الحسن عن عبيد الله بن عمرو الرقي. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد ذكرنا الرواية عنهم في هذا الكتاب، وعن عبد السلام بن عبد الحميد عن عبيد الله بن عمرو بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقالوا في الحديث فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. ورأيت في كتاب من احتج بترك القراءة خلف الإمام بأخبار وآيات احتج برواية يوسف بن عدي الذي قصر بروايته عن عبيد الله بن عمرو ثم أردفه برواية مخلد بن الحسن عن عبيد الله بن عمرو وزاد في متنه ألفا قال وزاد في متنه ألفا هكذا قال لم نجد له فيما زاد متابعة. فقال فلا تفعلوا أو ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، أي ألفا يعني في قولي أو فلا تفعلوا وليقرأ أو فلا تفعلوا أو. قال وزاد في متنه ألفا لم نجد له فيما زاد متابعا. فقال فلا تفعلوا أو ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وقد أخبرنا بالحديث أحفظ عصره وأتقنهم في الرواية أبو عبد الله العابد قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثني مخلد بن الحسن أبو أحمد ببغداد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال
حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي وابو وابن الجزري عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه، فلما قضى صلاته واقبل عليهم بوجهه فقال: اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرا؟ فسكتوا وقالها 3 مرات. فقال قائل او قائل: انا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا، وليقرا احدكم بفاتحه الكتاب في نفسه. فذكر امره صلى الله عليه وسلم بقراءه فاتحه الكتاب في نفسه من غير حرف الالف الذي يوهم التاخير. وابراهيم بن ابي طالب امام حافظ، وابو زكريا العنبري عالم اديب متقن، فلو كانت فيه الالف لم تخفى عليهم. ورواه ايضا عبوي على الموصلي، وواحد الثقات من الرواة عن مخلد بهذه الزياده دون حرف الالف، ولو كان فيه حرف الالف محفوظا لدل ايضا على خلاف مذهبه، فانه لا يخير الماموم بين القراءه وتركها. ثم ان وردفه بروايه ابي على الموصلي عن مخلد بن ابي زميل عن عبيد الله الرقي، وساق المتن الى قوله: فلا تفعلوا. ثم قال وذكر الحديث ولم يذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقراءة الفاتحة في نفسه. وقد ذكرنا هذا الحديث عن شيخنا أبي عبد الله الحافظ عن أبي علي الحافظ عن أبي يعلى، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وكذلك عن أبي بكر الحارث الفقيه عن أبي محمد بن حيان عن أبي يعلى، وأسقط هذا الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه في هذا الحديث في نفسه عن هذا الحديث في روايته عن أبي بكر الحارثي وغيره. وأسقطه أيضا عن رواية عبد السلام بن عبد الحميد عن عبيد الله بن عمرو، وليس هذا من النقصان الذي يجوز عن الحديث، هذا يجري مجرى الاستثناء مع المستثنى منه، فلا يجوز أن ينقل أحدهما أن ينقل أحدهما ويترك الآخر. ولو جاز ذلك لجاز للشهود أن ينقلوا إقرار الإنسان بالشيء دون استثنائه، وفي ذلك فساد عظيم لا يستحله أحد نعلم. ثم رأيته كتب عقب حديثه ورواه إبراهيم بن أبي طالب عن مخلد، ورواية إبراهيم عن مخلد على ما تقدم ذكري له عليه لا له، فكيف استجاز لديني هذا الهيام للعوام؟ أو كيف فرح بهذه الرواية وفي تمام حديثه إبطال قوله: ما هو إلا كالمتشبع بما لم يعطى، الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم مثاله كلابس ثوب زور، ثم احتج بإسناد مظلم عن رجاء بن أبي رجاء عن أبي توبة الربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا خلاف ما رواه الثقات عن عبيد الله بن عمرو على ما أشرنا إليه، وخلاف ما رواه الثقات عن أبي توبة الربيع بن نافع. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري وابن الحمام بن الحمامي رحمه الله ببغداد، قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال أخبرنا أبو الأحوص محمد بن الأيتم قراءة عليه، قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته واقبل عليهم بوجهه فقال: اتقرؤون في صلاتكم والامام يقرا؟ فسكتوا فقال لهم 3 مرات. قال قائل او قائلون: انا لنفعل. قال: فلا تفعلوا، ليقرا احدكم بفاتحه الكتاب في نفسه. كل من نظر في هذه الروايات عن عبيد الله بن عمرو ثم في سائر الروايات عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ثم في سائر الروايات عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القصة، وفي روايتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة الكتاب. علم أن رواية رجاء بخلاف هذه الروايات موضوعة وضعها بعض المجهولين من رواتها، والله يعصمنا عن الكذب والتزوير، أو والله يعصمنا من الكذب والتزوير بفضله وجوده. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: وقد روى هذا الخبر بإسناد موضوع لشعبة
بإسناد موضوع لشعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني أخونا أبو نصر البخاري بن إيسابور قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن سهل البصري ببلخ قال حدثنا قاطن بن صالح قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قال لنا أبو عبد الله فسمعت أبا أحمد الحافظ يقول كان عبد الله بن محمد بن يعقوب الأستاذ ينسخ الحديث قال ولست أرتب فيما ذكره أبو أحمد من حاله فقد رأيت في حديثي عن الثقات من الأحاديث الموضوعة ما يطول بذكر الكتاب وليس يخفى حاله على أهل الصنعة قال وأرى جماعة من المتروكين يتجهون في هذه المناكير والموضوعات إلى الحسن بن سهل البصري عن قطان بن صالح الدمشقي ولم يخرج لنا حديثهما عن الثقات فكنا نقف على حالهما ثم ذكر شيخنا أبو عبد الله من منكرات حديثهما ما يستدل به على حالهما في الجرح وقد ذكر من جمع في هذه المسألة أخبارا رواية عبد الله بن محمد وذكر أيضا عن أحمد بن محمد بن ياسين عن الحسن بن سهل وهي إن سلمت من عبد الله الأستاذ فلن تسلم من الحسن بن سهل فآثار الوضع ظاهرة على رواياته والله المستعان وقد روينا فيما تقدم من الكتاب عن ثابت أنه قال كان يأمرنا أنس بن مالك بالقراءة خلف الإمام قال وكنت أقوم إلى جنب أنس فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا قراءته لنأخذ عنه أخبرنا الإمام أبو عثمان قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شمين قال حدثنا العوام وابن حمزة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شمين قال حدثنا العوام بن حمزة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يأمرنا بالقراءة خلف الإمام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على أحسن سيدنا الله نبينا إليكم شيختنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله وجزاك الله خيرا شيختنا. الله يحفظكم ويديم أعمالكم شيختنا الله تعيشين يتقبل الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذريات والطلاب. أيوة قد أجزتهم إجازة خاصة وعامة في جميع المرويات وكذلك الأزواج والطلاب والأولاد إن شاء الله قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وعلى منزلتك في الدنيا والآخرة، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام الله يحفظكم ويطيل أعماركم إن شاء الله آمين آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام